البوليش يستخدم لإزالة الخدوش وبهتان اللون على سطح السيارة اللي بسببهم الغسيل الدوري والأتربة والعوامل الجوية. طبعا البوليش بيتم على 3 مراحل: خشن، ناعم، والأنعم، لحتى توصل السيارة لهالمرحلة. طبعا البوليش بمراحله بيتم كتمهيد لعملية الحماية بطبقة النانو سيراميك. وبعد تطبيق النانو سيراميك على سطح السيارة رح ناخد نتائج ملموسة واللي رح نحكي عنها بالفيديوهات الجاية. كوبرا كار كير سنتر، المركز الأول والرائد بمجال العناية بالمركبات بالأردن والشرق الأوسط.